يا بنباري، لشو كل هالضجة؟ خبرنا شوفي يلا. طيب رح فوت وشوف بنفسي. ما حدا يجي لهون. أمي ما بدي روح، أمي ما بدي روح، أمي ما بدي روح، أمي ما بدي روح، أنا بدي ضل هون يا ماما. ما في شي، بس عائلة بانفاري كلها رح تترك هذا المكان يلي نحن فيه وترجع معي. أنت ما في داعي لحتى تقلقي من أي شي أبدا، لأنه أبي كتير كبر وما عاد عارف شو عم يتصرف. بالرغم من إني قلت له إنه ما يعمل هيك، جاب مرتي وابني معه لهون على دلهي. ليك ابني، هلأ القصة إنه نحن دفعنا لأبوك مقدماً مشان يغني عنا اليوم المساء، بس لحتى يخلص وظيفته بتقدر تحل مشاكلك مع عائلتك. وإيه صحيح يا بانفاري، دفعنا لك وبدك تروح من دون ما تخلص وظيفتك؟ أنت فنان ولا محتال؟ أه؟ ليك يا مدام، إذا حابة خلي أبي معكن هون على طول إذا بدك. طبعاً فيكن تخلوه يغني لكم كل اليوم إذا بدكن، بس نحن رايحين. أنا إجيت لهون مشان حبيبتي ومرتي الحلوة ومشان ابني الشقي اللي أنا بحبه، بدي أخذهم معي على بيتي. تعي تعي، وإلا أنا رح أسحبك كل الطريق. ها تعي لك، تركي دمي انت عم توجعها. يا شقي، كيف بتتجرأ تعمل هيك؟ انت ضليت برات البيت لكم يوم، شكلك نسيت الطريقة اللي بضربك فيها. وانت كمان رح ورجيكي. وقف عندك، انت ما بيحق لك بنوب تضرب مرتك او حتى ابنك اللي هلأ لشوف شو القصة. ومين انت بقى لحتى تعلميني شو لازم ساوي؟ ليش لحتى خبرك بالتفاصيل كلها؟ هاي المرة بتكون مرتي وهذا الولد بيكون كمان ابني، حتى لو انا ضربتهم انت شو دخلك؟ ها؟ أنا رح آخذهن معي وروح من هون، وأحسن لك إنك تقبلي ومن تم ساكت. أنت عملتي اتفاق مع أبي لحتى يغني، وهي هو رح يضل. مرتك وابنك بيكونوا ضيوفي وهن موجودين ببيتي، عم تفهم؟ وطالما أنت هون موجود ببيتي كمان بتكون ضيفي، ونحن مو هيك بيتصرفوا ضيوفنا ببيتنا بهالطريقة أبداً. يلا تراجع يا مدام. ما في حدا بكل هذا العالم عنده كل الشجاعة لحتى يخليني اتراجع عن اللي بدي اياه. يا ابني يلا ابني، لا تجادل معها، يلا امشي. يلا امشي. نيف يلا حركي حالك واحملي ابنك من على الارض بسرعة، والا انا رح اعرف كيف اتصرف منيح. خلصيني امشي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.